أميرة. بيب بيب. ها؟ بيب بيب. مالك لويس فرحانة؟ مش المغرب. ها؟ مش المغرب. مش المغرب؟ ها. دبخ. بيب بيب. خوش مع لويس دابا راه نشحات في البيرمي. هي راه كتعرف تسوق. ولكن كان ديما عند المشاكل ديال الاسئله والبلان اللي عندهم هنايا هنا في بريطانيا كيكون عندك بحال واحد بروفيزوار واحد بيرمي كيكون بروفيزوار هذاك بيرمي هذاك كتقدر تسوق به واخا انت ما عندكش بيرمي واخا انت باقي ما مدوش بيرمي ولا ناجح فيه غير خاص يكون شي واحد ديجا عنده بيرمي يكون جالس حداك ضروري شي واحد يكون جالس حداك عنده بيرمي ديك الساعه تقدر تسوق واخا انت ما مدوش بيرمي كيكون عندك واحد بروفيزوار كتضمن عليه دغيا كيعطيه لك ماشي شي حاجه يعني اي واحد كيقدر ياخذ وكيستعملوه هنا بحال لا كارت ناسيونال حتى هو اصلا يعني دابا نشحات وفرحانه بزاف ياك لويز اه لهذا دابا اليوم الحمد لله راه نشحات في الاسئله وكانت اليوم الامتحان ديال السوقان نشحات فيه حتى هو الحمد لله على كل حال دابا يمكن ليها تسوق ولو تكون بوحدها في الطوموبيل يمكن ليها تسوق دابا حاليا قبل ما كانش عندها تسوق ما عندهاش الحق تسوق بلا شي واحد عنده البيرمي يكون جالس حداها دابا مع فرحانة الأصدقاء باغي تمشي عند الدور على عائلتها كاملين تمشي عند هذا والديها وغادي تمشي عند جدود حتى هو قال لكم غادي تمشي تما غادي تكلاكسوني زعما هي راه كيف قلت لكم راه كانت كتسوق شحال هذه هي السوق عندها ماشي مشكل ولكن دارت هي الأوتوماتيك هذا هو البلان اللي باغي نقول لكم حقه ما كتسوقش المانيوال دابا كتسوق الأوتوماتيك ما عندهاش حق تسوق المانيوال نهائيا It's like having a go kart هي بحال ذاك طوموبيل ديال لافار الاصدقاء حيت الاوتوماتيك دابا ولا ساهل وكل شيء ولا معطي ليه اصلا ولكن المشكل ديالها هو خاص ديما طوموبيل ناخذها تكون اوتوماتيك ما تكونش مانيوال هذا هو المشكل الناس اللي كيديروا المانيوال عندهم الحق يسوقوا الاوتوماتيك حتى هو ولكن الناس اللي كيديروا الاوتوماتيك ما عندهمش حق يسوقوا المانيوال المهم انا بزاف الناس عارفين هذا الشيء ولكن احنا كنزيدوا نوضحوا شويه وصافي لاحظوا الاصدقاء واحد البلان علاش البنات فيهم هاد القضيه كيلصقوا عند الفولا على صفه لا تعيا ترجع دابا ما تكونش ما فهمتنيش اه شكي لاصقش شو الكرسي في الاخر لويس واي يو كلوز ذا وير واي يو كلوز لايك ذات واي كوز اي سكيد ليف مي الون كانت خايفه يو نو بعد منك انا فرحانه علاش بيب 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 الطوموبيل ديالي الطوموبيل ديالك اه بالصحه والراحه هذا تفو انا كان نايم معايا علاش تفو لا ما تدخليش تما لا هاني اش بلاص اه اميرة Ready, steady, go! Whee! See so much to هو داك اللي كنا شريناه اليوم مؤخرا من المغرب اللي قلت لكم راه باغينه حيت بدلوا ما الفراش ان شاء الله دابا ندير لكم شي دوره على الفراش اللي داروا على الديكور حيت راه تغييرات الدار كامل راه كنت قلت لكم قبل ما نجي للمغرب قلت لكم راه غادي تغير الدار هنا عندهم هذا والدي لويز هذا
هذه الطوموبيل اللي عقلتو عليها هي هذه، نهار كنت شريتها لها الى عقل شوف واحد الفيديو شحال هذه. المهم سقط كلاكسوني دابا. كنا دابا عند والدي لويز، دابا غادي نمشيو ان شاء الله عند جدوده دابا حاليا نمشيو نشوفوهم. قلت لكم في الاول الفيديو حتى ما راكم عارفين كيبغيو يجيو عندنا دائما، قلنا لهم دابا حنا اللي غادي نجيو عندكم ان شاء الله دابا حاليا. اميره كتشبكي على جدودها على والد لويز، كتشبكي ما بغاتش تمشي بقات كتشوف فيهم واقفين على الباب. Close to the wheel and like this. Yeah. I love you. Oh, yeah, all right. I love you. Yeah. Oh, gosh. هذا جابو كادو لجدة لويز على حساب عيد ميلاد ديالها بالحجر هذه مديره زوينه بزاف هذه صراحه عجبتني انا حطوا لها اميره هذه الصراحه عجبتني ما كراش نصيب شي وحده بحالها بالحجر هذه راه ثقيله ماشي خفيفه وراه كبيره راه ماشي صغيره شو شحال شاده Queen. اليوم الاصدقاء كان عيد ميلاد ديال جدة لويز، عيد ميلادها مسكينه كملات 75 عام تبارك الله ما شاء الله. وتخيلوا معايا في هذا العيد ميلاد ديالها فيها حتى هذا عيد الزواج ديالهم، والناس كيجيو يهنئوهم كيعطيوهم هذا هذا لي كارت بحال هكا كيهنئوهم صحاباتهم العائلات كلشي. المهم اليوم كملات 75 عام تبارك الله، زائد اليوم هو ذكرى الزواج ديالها هي وراجلها حتى هي مع تزوجوا في عيد ميلاد ديالها. Queen Amira! Long live the Queen! تبارك الله ما شاء الله يرفع من عينوهاش، راه 75 عام تبارك الله ما شاء الله. هادشي اللي كان الأصدقاء، شكرا لكم بزاف، نتلاقاو إن شاء الله في فيديو آخر، وما تنساوش أي معلومة بغيتوها مثلا على الحوايج اللي كنحط راه كاينين في الديسكريبسيون. الانستغرام او لا اي معلومه بغيتوها حتى داك ديال طبطب سند المسائل راه كاين كلشي في الديسكريبسيون. هذا اللي كاين، شكرا لكم بزاف، تلقاو ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.